إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، وهنا شرط العلم التفرغ. قال اعطي للعلم كلك يعطيك بعضه، التفرغ اللي عبر عنها الإمام الشافعي بالبلغة. ما انت لما تتفرغ عايز تاكل وتشرب، يبقى لازم في مال جاي لك تاكل بيه وتشرب، من ابوك وامك، من الاوقاف، من منحة دراسية. المهم في العلم هو التفرغ. اخي لن تنال العلم الا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، اللي هي التفرغ، البلغة ما تتبلغ به من أكل وشرب. فسميت التفرغ سمي بلغة، يعني لازم يكون عندك شيء تبلغ به حاجاتك، وبلغة يبقى تفرغ. وإرشاد أستاذ وطول زمان ست، فشوف الراجل بيقول ايه: ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر، اللي هو الجهد، واعتزل أهله وشد المئزر، التفرغ، وخاض البحار وخالط العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، راح يخبط على الأستاذ علشان عنده مسألة مش عارف يحلها، فالأستاذ مش فاضي ومستناه، الدنيا ضلمة، يستنى برضه.